ايه رأيك يا ملكة في كل الجو ده؟ ايه ده؟ ايه ده كله ده؟ وايه التكلفة الكبيرة قوي دي؟ منين دي وازاي وفين؟ واد يا مسرور، انت ايه سرقت خزنة المملكة ولا ايه؟ ده انا هجيب رقبتك. شخت ليها على عينك، هي مملكة فيها ربع حتى يلي. ايه طريقة الكلام اللي بتتكلم بيها دي؟ واد مجنون صحيح. ما هو انت برضه بتقولي اي كلام وخلاص، المملكة ما فيهاش حتى يلي واحد. طيب انا عايزة اعرف برضه منين؟ مش انت كنت عايزة تعملي لهم فرح في زمن تاني؟ كلام سليم، برضه منين؟ اديني حققت لك امنيتك يا ملكة، تأمري بس يا ملكة. ولا انت بطل تتوهني، برضه عرفني ازاي ده؟ انا اقول لك، انا روحت لواحد بيعمل افراح جمعيه. قلت له عاوزين نعمل فرح جمعيه حاجة عندك. قال لي ما ينفعش، لازم تنقطه على الاقل في 10 افراح. قلت له يابا احنا لا معانا فلوس ننقط، والعروسه حامل وعلى وش ولاده. الراجل صعبت عليه بالصدفه، سبحان الله، بقدره قادر. وانا قاعد مع الراجل جاله تليفون، العريس والعروسه بتاع الفرح اللي احنا فيه ده عربيه خبطتهم وماتوا. فلازم يعمل برضه فرح ليه، لان في واحد هيقبض الجمعيه اللي هي النقطه عليه الدور. طبعا العريس والعروسه كل الناس هنا في الفرح المعازيم ما يعرفوش بعضيهم، فاتفقت مع الراجل ان انا اجيب العريس والعروسه قمر وخير يقعد. ايه 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 جمعيه ايه دي اللي بتتكلم عليها؟ ومين يا خفيف اللي هيقبضها الاول؟ يقبضها ايه؟ مش الجمعيه اللي في دماغك دي، جمعيه تاني شبه الجمعيه دي بس في الافراح بيعملوها. المهم اتفقت معاه نجيب خير وقمر يعملوا عريس وعروسه، وجبت الواد غندور الزفت البحر ده يعمل النبطشي وظبطنا الدنيا. المهم دلوقتي انا وانتي وكل العيال لينا نسبه في النقطه. تعالي بس افهم. خيبه اخيرا اخيرا يا روح قلبي، ربنا كتب لي بقى وبقيتي مراتي. ده انت حلم حياتي من وانا في اعدادي. من وانت في اعدادي؟ اه بجد؟ ايوه. طب الحمد لله، خلاص هانت، كلها شهرين وهتبقى اب. شهرين؟ اه شهرين ازاي؟ احنا لسه ما اتجوزناش. لا ما هو قال لك بقى التسع شهور ممكن نختصرهم في شهرين. خلاص كل العلم اتقدم. ايوه بقى. انا متجوزتك عشان انت اي كلام، انت قمر الزمان. النهارده تبقى ليله ولا الف ليله وليله؟ لا دي هتبقى الف ليله وحط جنبها مليون ليله. اوه يبقى كده 30 ليله وليله. عزيزي المشاهد، اسعد الله مساكو. انت ليك وجهه نظر واحنا نلفت النظر. يا غاوي الفن وطرب، اسمع طرب منا، كلامنا حلو ولي معنى ولي مغنى. تحيه كبيره لاحلى باب الشعريه وعسل باب الشعريه ونجم الغناء الشعبي ونجم الفنان حماده الليسي. الحكاية والموضوع ان انت شبع من بعد جهود. انا كنت بعتبرك اخويا بس انا كنت فيك مخدوع. وقفت جنبك وعليتك وكنت ضعيف وقويتك. اول ما شدت حيلك اول ما شدت حيلك خلتني انا موجود. من قسوة الخيني قلت العولات ستين. من قسوة الخيني قلت العولات ستين يعيشوك في الهنا ويدبحوا بسكين. يا من عشرة الاندال مش ولاد حلال. عشرة الأندال دول مش ولاد حلال، لسانهم
سكر وسمهم شغال. هتوديني فين في شهر العسل يا حبزة مين؟ هوديكي أحلى مكان اللي بتروحوا غدا عبد الرازق، جزر المالديف. لا يا أخويا، ده بيقولوا المكان هناك مش نظيف. مش نظيف؟ ده أنظف حاجة في الدنيا. لا، وديني راس البر، بيقول لك الموج كده بيحدف بيحدف. تبص تلاقي الشاطئ مليان بخيرات ربنا، مليان بخيرات. ده بيحدف زبالة، الموج زبالة بس بتيجي علينا كده من حيث ولا ندر. ده إيه ده؟ إيه الجمل اللي بيرقص ده؟ ربنا ألف ألف مبروك. إيه ده؟ مبروك يا عروستنا، ربنا يتمم بخير. ربنا يخليك لينا، أهلا بيك. منور يا بلبل القماش. عقبالك كده أنت والملكة يا رب. شهرزاد يا رب، أنا شهرزاد في يوم واحد يا رب، وربنا يتمم. أمال هي هتبقى في يوم وأنت في يوم؟ ربنا يتمم بخير، وألف ألف مبروك. ربنا يخليك. منورتنا منورتنا يا قماش الجميل. الله، إيه ده؟ من قسوة الخاينين يعيشوك في الهنا ويذبحوا بسكين. بقول لك ايه، يلا اتكل على الله انت، يلا طقم زفه العروسه. يا محظوظ يا ابن المحظوظه، يا محظوظ يا ابن المحظوظه. تعال معلش بقى، معلش معلش، ربنا معاك، ربنا معاك. سعد الله مساكم، تحية كبيرة، تحية من فرقة نجوم الليل بقيادة الأستاذ مصطفى، تحية كبيرة. ولد عمي ولد بني يا معسافة شوية مصطفى مش عارف يخسرني حبة وصالحني حبة، كل شوية يجي كده من دون ما يلزمني. يخسرني Yeah.
بس
صلاة على النبي كل الناس تقعد مكانها. الفرح ده فرح بطل، الفرح ده فرح بطل. احنا النهارده جايين نعمل احلى فرح، وده عاصمة البلاء الطبية وعاصمة البلاء تحية كبيرة. واللي ما عرفش صعب الصلاة كأنه ما شافش الدنيا خالص تحية كبيرة، هنقول له في مرة الصعيدي